والقضاء يحكي الأداء. إنسان عليه فائتة الظهر فذكرها بالليل، هل يجهر أم يسر؟ يسر. إنسان عليه فائتة العشاء فذكرها بالنهار، يجهر؟ نعم يجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لما نام عن صلاة الفجر وقضاها بعد طلوع الشمس جهر. قال أبو قتادة: فصلاها كما كان يصليها في كل يوم. وعند مسلم التصريح بأنه جهر بها.